وانت تعيش حياتك يمر عليك كل شيء، يمر عليك الزين والشين، يمر عليك الطيب والخبيث، يمر عليك ناس قدامك شيء ووراك شيء ثاني. فوانت عايش حياتك طبيعي تمر بناس تحبهم حيل، تتعلق فيهم حيل، ناس تنصدم فيهم حيل، ناس تكسر قلبك حيل، ناس تجذب عليك حيل، ناس تنافقك حيل. كل تجربة تمر فيها زينة أو شينة لازم تتعلم منها درس، لأنك راح تنطق وايد. إذا عقب كل طقة ما تعلمت شيء، ليش عايش أصلا؟ وطقة على طقة على طقة على طقة توصل بعقلك وتفكيرك وروحك إلى مرحلة يسمونها المرحلة الملكية. هذه المرحلة خلاص أنت على مستوى ثاني الحين، ما عاد يهمك، ما يفرق عندك. الناس تشذب عليك وانت تدري انهم يشذبون وتطوف لهم مزاجك. الناس تنافقك وانت تدري انهم قاعد ينافقون وتطوف لهم مزاجك. الناس قدامك وراك شيء ثاني وتدري، بس انت هم ماشي بمزاجك، لانك خلاص مالك خلق، ما عندك قناعة انك ما تقدر تغير الناس، خلاص مريح راسك وماشي بدربك. لما توصل حق هالمرحلة ودك تقول حق المنافقين والكذابين والمخبزين اللي حوالينك، والله العظيم ادري، والله العظيم أدري أنك تسلم علي وتبتسم بويهي وانت من وراي تطعني، والله العظيم أدري أنك ما تطوف فرصة عشان تغيبني وتذمني، والله العظيم أدري بكل شيء قاعد يصير من وراي، وبكل مرة نافقتني فيها، وبكل مرة تمنيت قدامي الخير ومن وراي تمنيت لي الشر، وبكل مرة قعدت فيها مع عدو أو صديق ويبطاري بالشينة، والله العظيم أدري، بس ماشي بمزاجي. أدري ويوصلني وأعرف كل شيء، بس اخترت راحة بالي ومريح راسي ومكمل بدربي. اختصار، لأن اللي مثلك مروا علي وايد يدق دق، وإذا أنت توك ها قاعد تعلم، أنا وصلت المرحلة الملكية من زمان.